عبارة، بالضبط. يبدو بأن الدماء رخيصة على الإدارات المحلية والحكومية في كل العراق، يبدو أن الدماء رخيصة الحقيقة للمنظومة السياسية التي دائما ما تختار تقديم قرابين لبقائها في السلطة وفي هذا الحكم عبر عشرات أو مئات الضحايا في كل حادثة. حقيقة ما يحدث أو ما حدث هو نتيجة إهمال، حيث أثبتت الوثائق والتحقيقات الأولية هو تقصير مجموعة مؤسسات من ضمنها قائمة مقامية الحمدانية، التي وصلتنا وثيقة مؤكدة بأن قائم المقام منح موافقات غير أصولية لبناء مثل هذه القاعة. كذلك السياحة، والحقيقة عدة جهات، وبلدية الحمدانية أيضا تتحمل مسؤولية. دائرة زراعة نينوى الوحيدة التي رفضت هذا الأمر. الحقيقة كان هناك متابعة أيضا من قبل الدفاع المدني، وهناك كتب ومخاطبات منعت استمرار عمل هذه القاعة إلا بإزالة الأشياء القابلة للاشتعال مثل السندويش بانل، ولكن يبدو بأن صاحب القاعة اطمعه وجشعه ودفعه بعيدا بعدم اللامبالاة، مثل ما حدث أيضا بشكل مماثل في حادثة غرق العبارة حيث ذهب الضحايا بالمئات أيضا. لذلك التحقيقات الأولية الحقيقة وحسب المعلومات من مصادر رسمية أكدت لنا بأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم 18 شخص، 4 منهم حقيقة هو كلهم تحولوا للقضاء، لكن 4 منهم أدينوا بشكل واضح أو ثبتت عليهم تهم الإهمال الشديد، وهو صاحب القاعة سمير سليمان وابنه وابن أخته وشخص آخر، يعني 4 مدانين بشكل نعم. واضح وصريح من خلال سير التحقيقات. لكن الحقيقة الأمر أبعد من ذلك، نحن نتحدث عن منظومة الدولة، نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة التي تستهتر بحياة الناس، لا يوجد محاسبة حقيقية كون تلك الجهات تستمد قوتها من اللا دولة، من السلاح المنفلت، من الميليشيات، من المكاتب الاقتصادية، من الأحزاب التي دائما ما تتلاعب بالتعليمات والقوانين والقوانين